مرحبا بكم في عيشه ريسيبيز. اليوم غادي نقدم لكم لي شوسون بالفرماج. نحتاجو في مقادير لاباط فيتي اللي فيتي صاوبتها بجوج ديال الطرق، غتلقاو الروابط ديالهم بجوج اسفل الفيديو، وهما بجوج كتصدق بهم هاد لي شوسون هادو. نحتاجو الفرماج مثلث للتزيين، غادي نحتاجو البيض، وفي الاخر كاع غادي نديرو فرماج حمر. اول حاجه هي غادي نطلقوا لاباط فيتي، غنديروا شويه ديال الطحين من الفوق وغنطلقوها. بعد ما طلقناها كنطلقوها غليظه، كنقطعوها مقطعه من دائريه، كناخذوا الدائره ديالنا كنديروا ليها شويه ديال الطحين وكنطلقوها بحال هكا. شمن كانت نوا كيعطيونا قد قد. كناخدو لابياس اللولة ديالنا كنديرو لها البيض بحال هكا، كندهنوها البيض باش كيلصق لينا. كناخد واحد الحبة ديال الفرماج، كنديروها هكا في الوسط وكنسدو عليها وكنبركو باش كنسدو البيض باش كيلصق لينا الجوانب. بعد ما سالينا غادي ندهنوهم بالبيض قبل ما ندخلوهم للفران. كندخلوهم للفران عند درجة الحرارة 180 لمدة ديال 30 دقيقة. إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ديرو جيم وديروا اعجاب في لاباج فيسبوك شيوات عائشه مصباحي، وايضا اشتركوا معايا في قناتي عائشه ريسيبيز باش توصلوا بالجديد. نتلاقاو في فيديو اخر، الى اللقاء.